بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بمادة إلكترونيكس 1. كنا توقفنا في آخر المحاضرة اللي فاتت عند الجزئية بتاعة البي ان جانكشن اي بي موديلنج، العلاقة ما بين الاي والبي. زي ما احنا شايفين كده، كنا رسمنا لما بنغير الفولت الابلايد على الدايود بنشوف ايه التيار اللي ماشي في الدايود عامل ازاي. كانت المعادلة بتاعتي كانت معادلة اكسبوننشال، يعني تغير اكسبوننشال. كان اللي وصل لهذه المعلومة كان أحد العلماء اللي هو شوكالي، ونسبت إليه هذه الإيكويشن، وكانت الإيكويشن دي بيتقال عليها إيه؟ شوكالي إيكويشن. وكانت المعادلة زي ما أنتم شايفين كده اكسبوننشال إيكويشن. طيب إحنا لما جينا نتعامل بقى، تخيلنا على هذه المعادلة إن إحنا هنعمل نموذج للدايود. يعني الدايود ده وانا بتعامل معاه، يا اما يكون هذا الدايود في حاله الفورورد بايس، يا اما يكون في حاله الريفرس بايس. يعني ايه؟ قال لك اذا كان الفولت اللي متوصل على الدايود ده فورورد، بمعنى ايه؟ ان البوزيتيف تيرمينال بتاعت الدايود متوصله على البوزيتيف بتاع البطاريه، والنيجاتيف تيرمينال بتاع الدايود متوصله على الايه؟ النيجاتيف، متوصل على النيجاتيف بتاع البطاريه. يبقى البي تايب متوصل بالبوزيتيف، والان تايب متوصل بالايه؟ بالنيجاتيف. كان عندي الدايود ده يبقى فورورد. في هذه الحاله لما يكون فورورد، ممكن ان احنا نشيل الدايره بتاعتنا ونحطها في شكل ايه؟ يعني لو هو كان فورورد بايس، ممكن ان احنا نعمل ايه يا شباب؟ نفترض ان ديت تيار ماشي، يبقى نفترض ان بدل الدايود ايه؟ شورت سيركت. ده الايديال موديل وده ابسط موديل. طب ولو ما لو كان في الريفرس بايس، المود الثاني اوف اوبريشن اللي ممكن يشتغل الدايود في الريفرس بايسنج. بمعنى ايه ريفرس بايس؟ يعني عكس الكلام اللي انا قلته، يعني البوزيتيف بتاع الدايود متوصل بالنيجاتيف، والنيجاتيف متوصل بالايه؟ بالبوزيتيف. ده حاله الريفرس بايس. هيبقى في هذه الحاله مفيش تيار. طب مفيش تيار، يبقى شيل الدايود وحط بداله ايه؟ اوبن سيركت. يبقى ده موديل من ضمن الموديل اللي احنا بنتعامل ايه معاه. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا كده لو بصيت، انا ممكن عندي، طب في حاجه ثانيه، ممكن اعمل موديل بطريقه ثانيه. بدل ما احط شورت سيركت في حاله ان هو فورورد بايس، ويكون انه اوبن سيركت في حاله الريفرس بايس، ممكن ان انا احط بطاريه صغيره كده 0.7 مثلا في حاله الفورورد بايس، وفي حاله برضو في حاله الريفرس بايس احط ايه؟ دائما اوبن سيركت، مفيش تيار. الموديل الثالث، الموديل احنا قلنا الموديل الثاني ده اللي هو بحط بطاريه، ده بيتسمى براكتيكال موديل، يعني ده الواقعي، ده فعلا العملي. لكن حته ان انا حطيت شورت سيركت ده ايديال موديل، يعني ثيوريتيكال بس، نظريا بحل بس المسائل بتاعتي بفترض كده. في برضه من ضمن برضه ممكن اعتبر البراكتيكال موديل يكون بطاريه معاه مقاومه صغيره، ده لو كان في الفورورد بايس. طب للريفرس برضه اوبن سيركت، يبقى دائما في اي موديل الريفرس اوبن سيركت، لكن الفورورد هو اللي ليه كام حاله؟ ثلاث حالات، يا اما اعوض عنه بشورت سيركت، يا اما اعوض عنه بايه؟ ببطاريه واحده لوحدها كده، يا اما اعوض عنه ببطاريه مع مقاومه صغيره. معايا الكلام دوت؟ فهنا بيقول لك اهو، هنا هو حاطط اكزامبل على ان هو حاطط بطاريه معاها ايه يا شباب؟ معاها مقاومه. اهو بيقول لك هنا لو الفولت بتاع الدايود ساوى الثريشولد فولتج، او بدا يعلى عنه، قدر يتغلب على الثريشولد فولتج بتاعي اللي هو الفولت، يعني خلالي وضع الدايود فورورد، يبدا ان في تيار يمر في الدايود. لكن لو هو ما قدرش يتغلب على الفولت ده اللي هو بتاع البارير اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت، ما قدرتش اتغلب عليه، يعني يبقى ده في حاله الريفرس، بالتالي التيار بتاعي بزيرو. التيار بتاعي بزيرو يعني كانها اوبن سيستم. صعبه؟ طيب تعالى مسألة اهي، فور اكزامبل بيحل هذا الاكزامبل، بيقول لي فايند ذا سيركت فولتج اند كارنت
assuming ideal diode، ان الدايود ده في الحاله الايه يا شباب؟ في الحاله الايديال. يعني هو بيقول لي نفترض ان الدايود بتاعي ده ايديال. تمام. طيب اكبر سنة كده عشان برضو الناس تشوف، اهو الدايره اهي. انا دلوقتي هفترض ان هو فورورد، ما انا دلوقتي مش عارف هو فورورد ولا ريفرس. هو قال لي ايديال، يبقى مكان الدايود ده احط ايه يا شباب؟ معلش بس اجيب قلم. مكان الدايود ده احط ايه؟ ها؟ احط ايه؟ شورت سيركت، صح؟ يبقى كان في سلكه كده. هو طالب من سيادتك التيار اي اللي باللون الازرق والبي اللي باللون الازرق ده، عايز قيمتهم كام؟ طيب انا دلوقتي فرض ان التيار اللي ماشي اهو في الاتجاه ده لازم التيار يبقى في هذا الاتجاه. لو التيار بتاعي طلع بالنيجاتيف يبقى الفرض بتاعي ماله؟ غلط. يبقى انا وانا بحل انا افترضت ان هو ايه؟ فورورد بايس، ومشيت على الموديل اللي هو اللي طلبه مني ايديال، يعني عملت شورت سيركت. عايز اجيب التيار، والتيار لازم اتجاهه يبقى زي اتجاه السهم اللي انا راسمه ده. لو طلع مش مظبوط، طلع بالنيجاتيف، يبقى فرضي غلط، يبقى انا ريفيرس مش فورورد. هشوف لو طلع التيار في هذا الاتجاه يبقى انا مظبوط كده وحلي مظبوط. تعال نشوف، انا عندي فوق كده عايز اجيب التيار، مش ده 3 فولت وده سالب 3 فولت؟ التيار بيساوي ايه؟ مش فرق الجهد على المقاومه؟ يبقى التيار يساوي ايه؟ 3 ناقص ناقص 3 بكام؟ 6 على 10 كيلو، يطلع 0.6 ملي امبير في الاتجاه، فعلا الاتجاه لاسفل. يبقى اذا الاي بتاعتي، يبقى انا هقول كده الاي بتساوي 3 ناقص ناقص 3 يعني 6 على ال 10 كيلو. 6 على 10 يعني 0.1، ولما قلبت الكيلو بقى ملي، وحده التيار ايه؟ امبير اهو، حتى هو كاتبه لك في الانسر. طيب عايزين الفولت اللي هنا بكام؟ 6 من 10. الفولت بكام؟ لا ال 6 من سوري 6 من 10 انا اسف، 6 من 10 انا اسف، 6 من 10 ملي امبير. عايزين الفولت اللي هنا بكام؟ يبقى بيساوي ايه؟ الفولت دوت بيساوي ايه يا شباب؟ ماشي. طب الار بكام؟ الار ب 10. بصوا يا جماعه، مش انا ده 3 فولت ماشي في سلكه شورت سيركت، مش تبقى ال 3 فولت دي هي ال 3 فولت دي؟ ما هو ما مشيش في مقاومه، يبقى البي اللي باللون الازرق بكام؟ ب 3 فولت، يبقى اهي اللي مكتوبه قدامك اهي. يبقى دي محتاجه ان انا اتعب نفسي واجهد نفسي تبقى ال 3 فولت على طول. سهله ولا صعبه؟ ها؟ نشوف اكزامبل تاني. الدايره اللي قدامي بيقول لي فايند ذا كارنت اي، التيار اللي ماشي هنا ده assuming لو في threshold 0.6 فولت. كده بالافتراض ده كانه بيقول لي افترض ان الدايود بتاعك لو هو في حاله فورورد ان انا هستبدله بايه يا شباب؟ ببطاريه. اذا كان هو ايه اللي بيه threshold 0.6 فولت، تقوم انت تقول لي بحط شورت سيركت ولا احط بطاريه؟ احط بطاريه. قيمتها كام؟ 0.6 فولت. هو ايه؟ طيب انا هاجي بقى اعمل ايه؟ افترض انا بقى الافتراضات، لو انا افترضت دوت اون يعني فورورد وده ريفرس مثلا، واحد يقول لي انا بفترض، ما انت ايه ممكن تفترض ايه العكس او تفترض الاثنين ريفرس. طب لو الاثنين ريفرس يبقى دول ايه؟ ده اوبن وده اوبن، يبقى فين الدايره؟ مفيش دايره. ولو افترضت الاثنين فورورد هيحصل برضو مشكله. طب افترض واحد فورورد وواحد ريفرس ونشوف لو التيار جه في الاتجاه، يعني الفورورد التيار جه كده طلع كده، والريفرس يبقى في انهي اتجاه يا شباب؟ من النيجاتيف للبوزيتيف، يبقى كده، يبقى انا كلامي صح وهو طبيعي. طب ما هو التيار هيمشي كده واكيد الريفرس هيمشي كده. طب انا لو ريفرس يبقى الدايود 2 ده استبدله بايه؟ بايه؟ شورت. في حد بيقول شورت؟ لو هو ريفرس بايس بحط مكانه شورت؟ لا،
اوبن سيركت، يبقى الدايره بتاعتي كان ديت اوبن مفتوحه، وكان عندي بطاريه هنا كام؟ 0.6 فولت. يعني انا لو الدايره عندي ادي 2 فولت اهي، رسمها كبيره شويه عن ال 0.6، ادي 2 فولت اهي، وبعدين عندي ال 1 كيلو اهو، وبعدين عندي مين؟ بطاريه بتاعت الفورورد، احط اتجاهها صح، بوزيتيف نيجاتيف 0.6 فولت، والاوبن سيركت يبقى ما حطيتوش، وادي ال 5 كيلو، واحط هنا كام؟ ها؟ ال 4 فولت. بس مش الدايره بقت كده صح؟ دايره سيركت عاديه، ودي 5 كيلو صح كده؟ وديت كام يا شباب؟ 1 كيلو. طب تعالى جيب لي التيار اللي ماشي في الدايره دي بقى، امشي كي في ال، ركز معايا، لما تيجي تمشي كي في ال، انت ال 2 فولت قابلت النيجاتيف الاول ولا البوزيتيف؟ وانا ماشي الطياره اهو، اتجاه الطياره اهو، ما هو الطيار هيكمل في ال 5 كيلو اللي هو ده، ماشي كده زي ما انت شايف اللي انا عامله، قابل النيجاتيف الاول ولا البوزيتيف؟ يبقى نقول نيجاتيف 2 زائد ال 1 كيلو اي في ال 1 كيلو، اي باتجاهه 1 كيلو، صح ولا لا؟ البوزيتيف 6 قابل البوزيتيف الاول ولا النيجاتيف؟ يبقى زائد، بعدين الاي في ال 5 كيلو، صعبه دي كمان، بعدين مين؟ خلي بالك دي كام؟ قابل نيجاتيف، دي نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 زائد الاي في ال 1 كيلو زائد ال 0.6 وبعدين ناقص الاربعه، صح ولا لا؟ بتساوي كام؟ زيرو، مظبوط؟ في حد عنده مشكله؟ هي النيجاتيف ليه ما بتتكتبش؟ بكتب نيجاتيف ما بتتكتبش ليه؟ اهي بتتمسح لوحدها، اهي كده واضح؟ يبقى نيجاتيف 2 هو قابل النيجاتيف الاول والتيار ماشي، بعدين المقاومه 1 كيلو ماشي بيها تيار اي، زائد ال 0.6 عشان قابل البوست بتاع البطاريه، وبعدين زائد الاي في ال 5 كيلو، وبعدين ناقص ال 4 فولت. تعالى بقى بص لي، لو انا جيت في زن ليه؟ لو انا جيت عايز اجيب الاي، هجيبها ازاي يا شباب؟ دي ناقص، مش عارف ليه الناقص كل شويه تتشال، ناقص 2 ناقص 4 بقت ناقص 6، زائد 0.6 يبقى ناقص 5.4، وديها الناحيه الثانيه تبقى بوزيتيف 5.4، صح كده؟ 5.4 على كام؟ 6 كيلو، 5.4 على 6 فيها ال 0.9، والكيلو تحت يبقى 0.9 مللي امبير، نفس النتيجه بتاعتي، والتيار بتاعي في نفس فرضي في الاتجاه ده بالموجب، الناتج بالموجب بتاعي، مظبوط؟ ها صعبه؟ ها؟ ما انا دلوقتي اوبن سيركت يا باشمهندس، ما انا بقلوب واحده اهي. سؤال، الدايود التاني مش انا شلته وحطيت مكانه اوبن سيركت؟ طب بقى كام لوب؟ لوب واحده بس. انا بقول لك كام، فين تو لوب عشان تقول لي انت بتقول لي مش قصدك على وان لوب ولا تو لوب؟ لا تو لوب، تو لوب بس مشغل الدايود التاني ده، مش انا فرضناه ريفيرس وشلنا مكانه وحطينا اوبن سيركت، بقوا اتنين لوب ازاي؟ فين اللوب التانيه؟ لا انا قلت لك افترض، هو مش بيسال على كده، هو بيقول لي وانا ريفيرس، انت مش بتتكلم وانا ريفيرس ولا عايز تفترض فورورد؟ هفرض اتجاه، انا عايز اسال سؤال، الدايود 2 هتفترضوا ايه؟ هفرضوا ايه بس، ريفرس ولا فورورد؟ ريفرس، يبقى هتشيله وتحط اوبن سيركت،
يبقى لوب واحد. ما انا مش مهندس، انا فرضت ريفرس فشلت الدايد وحليت عادي، حليتها عادي باش يعني لو ركزته ما فيهاش مشكله. اللي هيحلها يفترض فورورد هو اللي هيعمل اثنين لوب زي ما انت بتقول. البي ان جانكشن ابلكيشنز، تطبيقات البي ان جانكشن، التطبيقات بتاع يعني البي ان جانكشن ده ايه تطبيقاته؟ بص تطبيق حلو قوي، بص نكبر الحته دي، اللي هو الباور سبلاي. عارفين الباور سبلاي ده بيعمل ايه؟ حد يقدر يقول لي الباور سبلاي ده بيعمل ايه؟ بيحول الاي سي اللي جاي لك من الكهرباء بتاعتك في البيت المتوصله عندك لايه؟ لدي سي. زي ما انت بتيجي تشحن الايه الموبايل بتاعك، ما انت محول من اي سي لدي سي، واخد الاي سي اللي هو من الفريزه بتاعتك اللي موجوده في الحيطه وموصلها على البطاريه انك بتشحن البطاريه بتاعتك. فده حول من الاي سي، حوله لمين؟ للدي سي. طب الاي سي بتاعتك دي فرضا يعني بيقول 120 فولت و60 هرتز، لما بيعمل حاجه زي كده اول حاجه بيقلل الفولت بتاع الاي سي. تفتكروا ايه الديفايس اللي بيقلل الاي سي فولت؟ ترانسفورمر. مش في ستيب داون ترانسفورمر؟ خدتوه ولا ما خدتوش؟ ممكن تعمل ستيب اب او ستيب داون. انا مثلا دلوقتي عايز اعمل ستيب داون، طب عملت ستيب ايه داون، بعد كده الدايود يعمل بقى ريكتيفيكيشنز. احنا خدنا ان الدايود بيدخل له في لسه في اللي فات الكلام اللي انا قلته قبل كده من شويه، اللي داخل له اي سي ولا دي سي اللي انا شرحته؟ ها؟ ركز في السؤال، في المسائل اللي المساله اللي انا حليتها لسه من شويه من خمس دقائق، اللي كان داخل على الدايود ده دي سي ولا اي سي؟ دي سي. انا لسه ما قلتش الاي سي، فعشان استفيد منه كريكتفاير ان هو كان واحد اتجاه، هو في الدي سي موحد اتجاه ازاي؟ لانه سمح ان التيار يمر في الاتجاه دايركشن معين، وغير مسموح انه يمر في الدايركشن المخالف، لانه لو مر في الدايركشن العكسي هيكون ايه؟ هيبقى اوبن سيركت، يعني كده لغى ان هو يمشي في دايركشن تاني، لذلك يقال على الدايود ان هو ايه؟ ان هو موحد الاتجاه. طب في الاي سي ما هو موحد الاتجاه، طب البوزيتيف بتاع الاي سي فين؟ اللي هو النص الموجه الموجب، اللي هو اللي بتطلع لفوق، يبقى القبه اللي فوق دي هي دي الايه؟ الموجبه اللي بتدخل عليه. طب والنص السالب؟ دي ده المفروض ان هو ما يعديهاش. طب المتوقع يا جماعه الدايود مش يديني في البوزيتيف، تعالوا بس معلش هجيب القلم بتاعي، مش المفروض يجيب لي كده نص موجه وزيرو، نص موجه وزيرو، نص موجه وزيرو، صح كده؟ دي اسمها هاف ويف ريكتيفاير. امال اللي مرسومه دي ايه؟ ان في النيجاتيف اداني موجه اسمها فول ويف ريكتيفاير. اللي انا بستفيد من الدايو، وهنشوف ازاي بيطلع هاف ويف وازاي بيطلع فول ويف. عشان يطلع هاف ويف او يطلع فول ويف لازم اللي يكون داخل له اي سي وليس دي سي. يبقى كابلكيشن بقول عليه هاف ويف او فول ويف، لازم اللي يكون داخله يكون الداخل ايه يا جماعه؟ اي سي مش دي سي. واضح الكلام ده؟ طيب لو داخله اي سي ممكن يطلعها هاف ويف او يطلعها ايه؟ فول ويف، يعني ممكن يطلعها كده او يطلعها كده. عشان نقول هاف ويف الرسمه اللي راسمها لك باللون الاسود دي، نص موجه الموجب وبعدين زيرو، نص موجه موجب وزيرو، نص موجه موجب وزيرو. انما هنا في النص اللي فيه الزيرو مطلع القبه بالبوزيتيف، ده يسمى الفول ويف. طب مش كده الشكل ده قرب من الدي سي؟ تعال نكبره شويه كده، قرب من الدي سي ولا لا؟ ازاي؟ اعديه على فلتر يعمل زي شحن وتفريغ، ياخد الريبلز بس وريجوليتور جاب لي الدي سي، يبقى كده حول من اي سي
لايه؟ لدي سي، ده احدى الابلكيشنز، بس قلناها بسرعه شويه. اعتقد انك انت ممكن تكون خدتها في يعني، او اتقالت لك المعلومه دي، ولا اول مره نسمعها؟ في ماده ايه؟ انتوا عملتوا بروجكت باور سبلاي؟ يعني ده انتوا عملتوه عملي وطلعتوا، شفتوا بقى شكل الويف والكلام ده كله اللي هي داخله بالاي سي وتحولت في الاخر لايه؟ لدي سي. طيب كويس جدا اهو. فتعال نقسم كلامنا، ادي الهاف ويف ريكتفاير، ادي شكلها الهاف ويف ريكتفاير اهي، داخله الاشاره الاي سي على الريكتفاير، طلع لي في جزء البوزيتيف ذا سايكل ذا سيم، في الجزء النيجاتيف طلعها لي بزيرو، ده الهاف ويف. طب الفول ويف في البوزيتيف هاف سايكل ذا سيم، في النيجاتيف هاف سايكل ذا سيم، ده مين؟ الفول ويف ريكتفاير. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ تمام. تعال نبص كده مع بعض، احنا الـ 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 في الهاف ويف ريكتفاير الكونفرجن يعني تحويل الباي دايركشنال الترنيتنج كارنت، يعني الاتجاهين بتوع الالترنيتنج كارنت، الاي سي يعني الالترنيتنج كارنت، الجزء البوزيتيف والجزء النيجاتيف بيحولهم لايه؟ يوني دايركشن، اتجاه واحد، ده بيسمى الريكتيفيكيشن، موحد الاتجاه. يبقى الالكترونيك ديفايس هو اللي قدر يحول الاي سي باور انتو دي سي باور سبلاي بهاي افشنسي. شفت بقى الدوائر الالكترونيه بتعمل عمايل عامله ازاي؟ ما تقدرش بالدوائر الكهربيه انك تعمل هذا الكلام. يبقى احنا قدرنا. طب واحد يقول لي طب الدايود مين اللي قال ان هو دايره الكترونيه وليس دايره كهربيه؟ الاجابه ايه؟ ها؟ ليه؟ الدايود يعتبر دايره الكترونيه عشان الدايود متكون من ايه؟ متصنع من ايه؟ من سيمي كوندكتور، من سيليكون، الماده اللي متصنع منها. خدت بالك؟ مش متصنع من كوندكتور. التلاتة اللي تحت دول ايه يا شباب اللي مرسومين تحت دول؟ دول مراجعه بس كده. ده ايه ده؟ ده الفي مع الاي في الايديال موديل، وده لما تحط بطاريه براكتيكال موديل ببطاريه، وده براكتيكال موديل مع ريزيستنس. مين اقرب واحد للاكسبوننشال فور؟ اقربهم للاكسبوننشال مين؟ اول واحد اللي هو يمين ولا شمال؟ شمال. اول واحد على الشمال ده اللي اقرب للاكسبوننشال اللي بالازرق، اللي على اليمين ده اللي مايل ده كده، ده شكله شكل الاكسبوننشال قريب منه كابروكسيميتد يعني. هم كلهم يعتبروا قريبين من الايه؟ من الاكسبوننشال. تعال نبص كده ازاي يعمل بقى دايره الهاف ويف. قال لك انت عندك الاي سي سيجنال، يعني ده سورس اهو، لازم السورس بتاعك يكون اي سي عشان اعمل ايه؟ الهاف ويف، ويعدي على دايود واحد مقاومه معايا. لما اكون بوزيتيف هاف سايكل، في البوزيتيف هاف سايكل بتاعه الاي سي، ادي الاي سي اهي فيها ليها بوزيتيف وليها ايه؟ ليها نيجا. في البوزيتيف هاف سايكل الدايود ده شورت سيركت ولا اوبن سيركت؟ شورت سيركت. ما انا بقول ان هو، انا بتكلم على الايديال موديل، لو هو فورورد البوزيتيف ده هيخليه فورورد، مش البوزيتيف الكبير هو اللي متوصل بالبوزيتيف تيرمينال، يبقى اكيد ده ايه؟ دوت في الوضع بتاع الايه؟ الفورورد بايس، فبقى شورت سيركت. طب الشورت سيركت يعني الفي انبوت اللي هنا اتنقلت باكملها هنا، هي نفس النود سلكه واحده شورت سيركت. يبقى كده لما اجي ارسم الاقي ان البي اوت بتاعت اهي. طب عند الزيرو بقى، لا عند النيجاتيف بقى، ده اوبن ولا شورت؟ ها؟ اوبن. اوبن يعني في تيار ولا مفيش؟ مفيش تيار. يبقى اللي يمشي في المقاومه قد ايه؟ الفولت قد ايه اللي على المقاومه؟ زيرو، لان زيرو في ار بزيرو، يبقى ده ايه؟ زيرو ايه فولت اهو. يبقى في النيجاتيف هاف سايكل
بيبقى زيرو، وفي البوزيتيف هاف سايكل يدي نفس الانبوت بتاع السيجنال. يا ابني ال دي سي ايه بالراحه بالراحه، انا بتكلم الشكل اللي طلع لك، هتطلع الموجه دي ازاي وانت مدخل دي سي؟ ايوه انا ايوه ما انا فاهم، ايوه انا فاهم. ايه مش ال انت اتلخبطت في حاجه، مش قصدك مش ابلكيشن الباور سبلاي، مش انا بتكلم على باور سبلاي، بقول لك الهاف ويف ريكتيفاير. الهاف ويف ريكتيفاير عشان يجيب نص موجه، خلاص هيجيب النص موجه ازاي وانت مدخله دي سي؟ موجه هيجيب موجه؟ لا بس اديك انت رديت على نفسك. طيب ما انا بقول لك ده اي سي عشان اقول هاف ويف ريكتيفاير ان اللي داخل اي سي مش دي سي. لا انا حاطط دلوقتي السورس ده اي سي. ازاي بقى هو ايه بولاريتي؟ هو الاي سي ملوش بولاريتي؟ ثواني في لاين ولا لا انت ايوه الاي سي ليه بولاريتي يا ابني، ازاي بتقول ملوش بولاريتي؟ الاي سي ملوش بولاريتي؟ انا بقول على الاي سي دلوقتي، الاي سي ملوش بولاريتي؟ انت بتقول انا بكوب على كلامك، انت بتقول الاي سي ملوش بولاريتي، فانا رديت عليك بقول ليه بولاريتي؟ عندك اعتراض؟ اصل بتقول ان ده في بوزيتيف نيجاتيف يبقى مش ده مش اي سي، صح كده؟ لا يا واحده يا شباب. طيب بنكمل كلامنا. الحاجه الثانيه برضو ان انا عندي حاطط الاي سي التردد 60 هرتز، هو الدي سي ليه تردد بس، يبقى انا عندي انبوت فولتج اهي موجوده عندي في البوزيتيف سايكل اداني بوزيتيف، في النيجاتيف هاف سايكل اداني ايه؟ اداني زيرو. طيب تعالى بص كده، انا عندي دايود اهو برضو، هو بيعملها لك بقى ايه؟ ان انا عديت الحاجه، يعني اديتها ايه اللون الاخضر، ما عديتش اديتها اللون الايه الاحمر، واخد بالك؟ فيبقى ده المعنى بتاعي. يبقى كده في الفورورد بايس عدى الموجه بتاعتي، في النيجاتيف هاف سايكل ما عداش الموجه بتاعتي. ماشي. هي طبعا انا دلوقتي في سؤال، انا دلوقتي عندي المفروض ان انا عديتها يعني شورت سيركت، كانه زي سويتش، السويتش دوت كان اون فعدى الموجه كلها باكملها اهي. في النيجاتيف هاف سايكل ماله؟ ما عداهاش. في البوزيتيف هاف سايكل عداها. يبقى حسب كانه سويتش اون وسويتش ايه ماله؟ سويتش اون وسويتش اوف. تمام. طيب عايز اجيب المتوسط بتاع الموجه، الافريج فاليو بتاع الهاف ويف اوتبوت فولتج. عايز اجيب المتوسط، اجيبه ازاي؟ ازاي بنجيب المتوسط يا جماعه؟ المتوسط بتاع اي حاجه بنجيبه ازاي؟ ها؟ المفروض ان انا بجيب، واحد بيقول لي ايه؟ ده انا بجيب المجموع على ايه؟ على عدد، بس انا ما ينفعش اقول مجموع وانا شغال على كونتينيوس. ما اقول ايه بداله يا حسين؟ بدل ما اقول مجموع اقول ايه؟ سمشن. طب ما سمشن يعني اقول ايه يا حسين؟ اقول ايه؟ ما تقولش مين عارف؟ انتجريشن، لان دي كونتينوس مش ديسكريت. السمشن لو هما متقطعين عينات، واخد انت دلوقتي واخد ايه؟ تكامل. هو يعني ايه تكامل؟ بتاخد ايه؟ المساحه تحت المنحنى، يعني انا خدت كل الايه؟ الاشاره بتاعتي، فبدل ما بقول بجمع الارتفاعات بعمل انتجريشن، لان عدد النقط اللي انا خدتها عدد لا نهائي. خدت بالك؟ فما بقولش سمشن، بقول انتجريشن. هنا دي تعتبر كونتينوس ولا متقطعه واخده عند ازمنه محدده؟ اهي دي واخده عند ايه؟ ها؟ ازمنه محدده؟ لا دي واخده كونتينوس، انا واقف هنا واقف هنا واقف هنا واقف هنا واقف هنا واقف هنا، اي حته بلاقي،
لكن عارفه ازمنه محدده تبقى عامله كده. دي ديسكريت. سمعتوا عن الديسكريت والكونتينوس؟ لما يكون ديسكريت تقول سمشن، لما تكون كونتينوس تقول ايه؟ انتجريشن. فانت كانك بتجمع كلمه مش دقيقه في حاله انها كونتينوس. لو انا جمعت الحاجه فقلنا ايه؟ المساحه تحت المنحنى، لان انا كل الارتفاعات خدتها في الارتكاب. فطبعا كل الارتفاعات لما تاخدها كانك خدت المساحه. واخدين بالكم؟ فانا بقول طب انا بقى خدت اللي هي الانتجريشن من كام لكام؟ معلومه صعبه دي ولا ايه؟ مفهومه ولا صعبه؟ طيب تكامل من كام لكام؟ من زيرو لتي. فين التي؟ لو انا واخد البيريود كله لحد هنا بتي مثلا، كتبتها زيرو لتي في واحد على تي، دي اوتبوت اوف تي دي تي. على التي، لان الفتره كلها تي، يبقى انا خدت الاشاره كلها جمعتها اسمها انتجريشن، كملتها بقى عشان دي كونتينوس، ما اقولش جمعتها. جمعتها لو ديسكريت، يبقى كملتها قسمتها على مين؟ على التي. حلو جدا. الاشاره دي معادلتها ايه؟ في اوتبوت اوف تي دي معادلتها ايه يا شباب؟ دي معادله الساين، مش الاي سي ده الساين او الكوساين، هو هنا الساين لانه بدأ من ايه؟ من الصفر. فكتبت في بي ساين اوميجا تي. حد يقول لي تكامل الفي بي ساين اوميجا تي بتساوي ايه؟ سالب كوساين بس؟ ايه؟ هنقسم على مشتقتها، صح كده؟ يبقى في بي على اوميجا سالب كوساين اوميجا تي، من صفر لتي على الاثنين. الاوميجا بتاعتي بتساوي ايه؟ حد يعرف الاوميجا بتساوي ايه؟ 2 باي اف، والاف بتساوي ايه؟ 1 على تي. حلو قوي، يبقى 2 باي على تي، صح كده؟ هعوض بالابر ليميت، مره اعوض بتي على الاثنين، يبقى 2 باي في تي على الاثنين اصبحت باي، كوساين باي بكام؟ سالب 1 في سالب، يبقى بوجب 1 ناقص كوساين 0 يبقى بكام؟ ب 1، صح ولا لا؟ يبقى انا بطرح دي من دي، يعني انا هطلع هيطلع معايا الموضوع كله في بي على الاوميجا بكام؟ الاوميجا بكام عندي؟ كوساين 0 اللي هي ب 1، يبقى كده دلوقتي عندي 2 باي على تي. يبقى 1 زائد 1 يعني 2، ادي التي تتشطب مع التي، واخد بالك؟ وبعد كده الاثنين تحت ودول مجموعهم باثنين فوق، الاثنين تطير مع الاثنين تبقى في بي على بار. يبقى طلع الافريج بتاعي بكام؟ في بي على بار. اقولها تاني؟ ها؟ انت بتعوض بالابر ليميت ناقص اللور ليميت، كل دي هتطلع لك 2 في الاخر بالتعويض، وتحت 2 باي على تي، الاثنين اللي تحت تتشطب مع الاثنين اللي فوق، والتي اللي تحت تتشطب مع التي دي، والباي اللي تحت ما زالت في حالها، يبقى في بي على باي. صعبه؟ يبقى تطلع في بي على باي، ده اللي هو ايه؟ الافريج فولتج. وساعات نسالك عليه، لو انا بتكلم عليها بروت مين سكوير، ايه العلاقه بين الماكسيمم والروت مين سكوير؟ الماكسيمم والروت مين سكوير بقسم على كام؟ ايه الروت مين سكوير هو ايه؟ الافكتيف. يبقى بنقسم البيك فاليو على جذر 2. عارفينها دي ولا لا؟ يا نهار. طب استنوا على الروت مين سكوير، بس الروت مين سكوير دي هتقابلنا كتير. اقسم الماكسيمم على جذر 2. تعال بص معايا، ما زلت انا دلوقتي بقول ادي الفولت بتاع الاي سي اهو. طب المرجع اهو يا حسين، بوزيتيف ونيجاتيف، مرجع كبير يعني مش اي كلام يعني. الايفكت بتاع البارير بوتنشال على الهاف ويف ريكتفاير اوتبوت هيحصل لك ايه للماكسيموم فاليو؟ لو انا قلت ان دوت خد فولت بوينت 7، يبقى الفولت اللي خارج لو انا ما اعتبرتهاش
ايديال موديل شورت سيركت اعتبرته بطاريه 0.7، يبقى الفولت اللي خارج قل عن الفولت اللي داخل بقد ايه؟ مش ب 0.7 بس، ب 7.10، بقى الفي بيك ناقص كام؟ 0.7. طب في حاله الزيرو اوبن سيركت يبقى شو يبقى ايه؟ زيرو. صعبه؟ اهو تعالى لو انا عكست الدايود، ادي الدايود ده في الفورورد بايس اداني الموجه بتاعتي يا اما موجبه يا اما بزيرو، يا اما موجبه يا اما بزيرو. طب لو عكست وضع الدايود هيمشي مع انهي سايكل، النيجاتيف ولا البوزيتيف؟ نيجاتيف وزيرو، نيجاتيف وزيرو. خدنا بالنا؟ هو هنا بقى بيقول لك اكزامبل دروه الاوتبوت بتاع فولتج لكل دايود من دول. انت هنا دايود داخل له 5 فولت، هو بياخد البوزيتيف بتاعه يحافظ عليه، النيجاتيف يخليه زيرو، البوزيتيف يحافظ عليه، النيجاتيف يخليه زيرو. يبقى وحد الاتجاه بتاعه، وده اسمه هاف ويف ريكتيفاير، ويف. ما بقول عليه ويف عشان هي اي سي موجه. طب في بقى حاجه ثانيه اسمها البيك انفرس فولتج، بنعرفها معدل البيك انفرس فولتج. بيقول لك ان احنا بنحتفظ ان الدايود ما يحصلوش وضع البريك داون، في حاجه اسمها وضع الافالانش بريك داون ريجون بتاع السيمي كوندكتور دايود، انه نحافظ عليه انه يتحرق من الحريق. ازاي ماست بي افويدد؟ قال لك لو الدايود ورك اون اند اوف، يعني لو احنا بنعتبر ان هو بيتحرك ما بين الاون والاوف، قال لك اعلى، بص بقى في تعريف، اعلى ريفرس بايس بوتنشال، اعلى بوتنشال بس في حاله ان الوضع الضيق وضع ريفرس، ان ممكن احطه قبل ما يدخل في البريك داون، يعني اعلى ليميت ليه بس بحيث ان هو ايه يبقى في الوضع الريفرس. ده بيسموه البيك انفرس فولتج ريتنج او بيك ريفرس فولتج، في مراجع بتسميه كده البيك ريفرس فولتج. خلاص. طبعا بيقول لك لو الابلكيشن بتحتاج بيك انفرس فولتج ريتنج عالي، بيقول لك بدل ما تستخدم 1 دايود تستخدم كذا دايود ان سيريز مع بعض على التوالي مع بعض، وبرضك ممكن الدايود ان باراليل عشان يزود الكرنت كارينج كاباسيتي. اهو هو بكام بقى؟ يبقى ضفنا معنى جديد، يبقى انا قلت لك الافريج فاليو اوف ذا اوتبوت، البيك فاليو اوف ذا اوتبوت، اعلى قيمه للاوتبوت هي في بيك بتاع الانبوت ناقص 0.7 لو انا اعتبرت ان البطاريه ان الدايود ده في حاله الاون ان هو بطاريه 0.7 فولت اللي هو الوضع البراكتيكال، يبقى الفولت اللي هيتنقل في الاوتبوت قلل عن الفولت بتاع الانبوت بمقدار ايه؟ 0.7. المتوسط بتاعه في بي على بعد جت منين؟ مش ثبتناها من شويه؟ لما كملنا وقسمنا على التي كابيتال وطلعناها. بالمناسبه هو التي كابيتال دي بسبب ايه؟ ان الاشاره ديت ايه؟ بريودك بتتكرر بزمن دوري، التي ده اللي هو مين؟ البريودك تايم اللي بتتكرر بيه الاشاره بتاعتي. انتوا لسه ما خدتوش سيجنال صح؟ بتاخدوا سيجنال؟ طيب يعني انا بقول كلمه كونتينوس وديسكريت سمعتوا عنها؟ امال انا بقولها كاني اول مره تسمعوا عنها. وهتلاقي دكتور حسين لما بيجي يديك كونتينوس هيقول لك انتجريشن وديسكريت سمشن، ما لسه اكيد خدتوا الباور والانرجي. ما حضرتوش المحاضره؟ لا مش معنى. خدتوا الباور والانرجي؟ الكونفليوجن صم ولا انتجرال؟ الاثنين. طب ما انتوا لما باجي اقول لك سميشن وانتجريشن يبقى انت راجل بيرفكت، وديسكريت وكونتينوس يبقى انت راجل بيرفكت فيهم، امال انا بقولهم لك حاسس اول مره نسمع عنهم ليه؟ لا يبقى مش مذاكرين. لا ايوه يعني لسه فريش. طيب دلوقتي بنقول ان الافريج فاليو بتاع الاوتبوت لسه ثابتينها في بيك اوتبوت على بار. طب الدايود الانفرس فولتج بتاعنا بيساوي ايه؟ اقصى قيمه للفولت في حاله الريفرس هي الفي بيك، ويخليه في وضع الريفرس فولتج يعني الفي بيك بالنيجاتيف، بس هو بياخد الابسوليوت فاليو، هو ده اللي يخليه اقصى فولت يخليه في حاله الريفرس، ما هو ما يقدرش يتعدى الفي بيك.
هو ده اخو. طب تعالى بقى نعمل الهاف ويف باستخدام ترانسفورمر كابلنج، نكابل مع ترانسفورمر. ايه اللي هيفرق معايا؟ بيقول لك الهاف ويف ريكتفاير ويز ترانسفورمر كابلد انبوت فولتج بيدي ميزتين خطيرين. انت بدل ما مدخل الاي سي على الدايود عدل، بدل ما مدخل يعني اي سي دي حاجه جامده قوي داخله على الدايود، قال لك لا كده هدي اللعب وحط ترانسفورمر. يبقى الترانسفورمر ده بقدر اتحكم ان الفولت اللي داخل يقل شويه بمقدار الريشيو بتاعت الترانسفورمر معايا، فيبقى يتقلاو تو بي ستيب داون از نيدد بدل ما ادخل حاجه جامده قوي على الدايود اي سي. تاني حاجه الاي سي سورس از الكتريك ايزوليتد، يعني تعتبر انها معزوله كهربائيا من الريكتفاير، بتمنع يحصل تشوك اي هازرد يحصل في السكندري سيركت. فيبقى احنا عملنا كده، يبقى دي ميزه، ده اسمه ترانسفورمر كابلنج. يبقى ممكن اسالك ايه مزايا الترانسفورمر كابلنج؟ تقدر ترد انها بتقلاو تو بي السورس تو بي ستيبد داون، والحاجه الثانيه الكتريكال ايزوليتد من الريكتفاير. يبقى البي سكندري اللي ابلايد على الدايود ان في البي برايمري، نسبه اللي هي النسبه دي ان سكندري على ان برايمري، يبقى الفي اوتبوت المره دي بدل ما هو الفي انبوت في بيك سكندري مطروح منها البوينت 7 لو اعتبرناها في حاله البراكتيكال موديل، والافرج باور في بيك على باي، والبيك انفرس فولتج في بيك ايه سكندري. يبقى كده خد بدل ما بياخد الايه الاي سي بياخد السكندري بتاعها. صعبه؟ تعالى اكزامبل على الترانسفورمر كابلنج. بيقول لك حدد البيك فاليو بتاع الاوتبوت فولتج ان ذا فيجر بلو لو الترنس ريشيو بنص. جبت منين الترنس ريشيو بنص؟ ما انا بقول 2 ل1 يعني 1 اوفر 2 عدد السكندري على عدد البرايمري. المفروض ما يقوليش ترنس ريشيو بنص لانه كده ايه غششك، مش كاتب 2 تو 1 يبقى انت كده عرفت انها بنص. طب البي بيك، البي بيك برايمري هو مديها لي ب 170 فولت، السكندري تبقى كام؟ البيك سكندري بكام كده؟ البي بيك سكندري بكام يا حسين؟ ها؟ ايوه ايوه يبقى كام؟ كام؟ نص في كام؟ في ال 170. انا مدخل 170 يا حسين، انا حر، انا كاتب 170 يا حسين، انا حر. انت بتحسبها 120؟ طيب لو جبتها ام سي كيو هتحسبها على 120 مش هتاخد حاجه. الريكتفاير بيك اوت بوت ايز السكندري ناقص 0.7 اللي هي 85 ناقص 0.7 ب 84.3. تمام كده؟ يبقى ده المساله سهله جدا، البيك فاليو بتاع الاوت بوت حسبناه كده. بنرجع تاني بقى نعمل بقى الفول ويف. يبقى دايود واحد يعمل ايه يا شباب؟ هاف ويف. تعالى بقى انا عايز اعمل فول ويف. يعني ايه فول ويف؟ يعني في البوزيتيف هاف سايكل يبقى بوزيتيف، في النيجاتيف هاف سايكل يفضل بوزيتيف، ما يبقاش بزيرو. تعالى بص لي الافريج المره دي، لو جيت حاولت اطلع الافريج اوتبوت بتاعي بيساوي ايه؟ بدل ما اقسم اخد بقى النص سايكل دي، ما هي كل شويه تتكرر، واخد بالك؟ الثانيه اللي اتكررت مين؟ النص سايكل مع الزيرو، النص سايكل مع الزيرو، لكن دي النص سايكل. يبقى واحد على تي على الاثنين، زيرو لتي على الاثنين، الفرق بس في المعادله ان انا ضربت في اثنين، كانت الثانيه واحد على تي. يبقى الناتج اللي هيختلف هيطلع 2 بي بي على بار. في اللي فاتت كانت كام البي افريج؟ هنا ضعفها. ولو عملناها بالروت مين سكوير بنقسم على جذر 2. الافكتيف. بص كده يا حسين. حسين كان عمال يقول لي دول كام دايود؟ عاملين ايه؟ يبقى الاثنين دايود يعملوا فول ويف، والاربعه برضو يعملوا فول ويف، لكن الواحد يعمل هاف ويف. هنا عندي بقى ده اسمه ايه؟ سنتر تيبد ريكتفاير.
قال لك بدل ما بستخدم الترانسفورمر كابلنج طور فيه شويه بعمل حاجه اسمها سنتر تاب. طيب نوع من الفول ويف ريكتفاير بتستخدم تو دايود كونكتد للسكندري اوف سنتر تاب ترانسفورمر. ايه السنتر تاب دي؟ ما هو السنتر تاب؟ ايه اللي حصل؟ ان انا عندي في السنتر هنا وصلته بالجراوند، يعني الترانسفورمر وصلته على الجراوند فسمي سنتر تاب. تمام؟ بص كده ازاي عمل لي فول ويف في الفورورد دايركشن، راح عمل لي البوزيتيف هاف سايكل اهي. في النيجاتيف هاف سايكل خلى الدايود الثاني اللي يتوصل، هو ده اللي هيكوندكت، هيعدي برضه فهيديني ايه البوزيتيف هاف سايكل في النيجاتيف، يبقى بالتالي عمل لي هاف ويف ريكتيفاير. يبقى ديورنج البوزيتيف هاف سايكل الدايود 1 از فورورد والدايود 2 از ريفرس. في النيجاتيف هاف سايكل دايود 2 فورورد ودايود 1 از ريفرس، يبقى عمل لي هاف ويف ريكتيفيكيشن، وده بيسمى اللي هو ايه باستخدام السنتر تاب ترانسفورم اهو. طبعا تاثير التيرنز ريشيو هنا، خلي بالك ملاحظ ان انا ضربت هنا، لو كانت التيرنز ريشيو 1 تو 1 ان الاوتبوت اتقسم على كام؟ الاوتبوت ماله؟ اتقسم على 2، يعني هنا الفي برايمري اتقسمت على 2، يبقى ده اللي ناخد بالك، عشان كده سمي سنتر تيب. يبقى كده كده في نسبه نص بيتضرب فيها، يعني دلوقتي هو عندك الفي برايمري كده، مش بقى في برايمري على 2. حلو، هو 1 تو 1 المفروض ما يتقسمش على 2، يبقى احنا في السنتر تيب بنقسم على 2 في الاخر، خدت بالك؟ يعني زائد الريشيو اصلا اللي احنا واخدينه، يعني هنا هقسم على كام؟ لا، هنا 2 على 1، يعني اللي بره ضعف الاوتبوت السكندري ضعف، واقسم على 2، يبقى زي ما هو اهو، فعلا زي ما هو، شفت زي ما هو ازاي اهو، لان ده سنتر تاب. سنتر تاب بتنسى انك تضرب في نص دي دايما، يعني هنا شايفه هو رغم انه ايه 1 تو 2، ليه؟ لانه الترنز ريشيو ب 2 المفروض يقسم على 2، مش الترنز ريشيو لو 2 يقسم على 2، ما انت بتقسم على عدد الترنز ريشيو بالظبط، فهو ضارب في 2، ضارب في 2 وتقسم تاني على 2 عشان ده سنتر تاب تشالوا بعض، يبقى انت ضربت في 2 وقسمت على 2، يبقى ضربنا في 2 عشان الترنز ريشيو ب 2، ضربنا في 2 وقسمنا على 2 عشان ايه؟ عشان ده سنتر تاب، فالاثنين لغوا بعض. 1 تو 1 لو ما قالكش يبقى 1 تو 1، اهو بص هنا قسمه على كام؟ على 2، ولما عدى على الدايود نزل منه 0.7. الفي بي اوتبوت هي في بي سكندري على الاثنين ناقص 0.7. الافريج احنا قلنا 2 في بي على بار. البيك انفرس فولتج هي ايه؟ 2 في بي اوتبوت زائد ال 0.7 بتاعت الدايود، دي اعلى قيمه للريفرس فولتج بحيث ان هو ما يحصلوش ايه بريك داون. تعالى بص لي دي مثلا، ايه الديس ادفانتج بتاع السنتر تاب؟ ايه العيوب؟ كل دايود بيستخدم اونلي 1 هاف اوف ذا ترانسفورمر سكندري فولتج. طيب اتس ديفيكالت طبعا هنا انك عشان تعمل سنتر تاب دي وتوصلها بالجراوند في الديزاين صعبه، من ضمن الحاجات الصعبه. طبعا الدايت هاف هاي بيك انفرس فولتج، مش زودت عليها 0.7 اهي، البيك انفرس فولتج بكام؟ ايه ده، هي المساله دي احنا علقناها؟ دي ما حليناهاش ليه؟ دي مساله فلتت، معلش الاكزامبل ده في السنتر تاب ده عايزين نحله. هنا دي 100 فولت، البيك ب 100، عدت على ترنس ريشيو ده بكام؟ الترنس ريشيو ده نص، يبقى ال 100 تبقى بكام؟ ب 50، بس ده سنتر تاب، تقسم على 2 تاني 5 اهي، شايف كام؟ طيب الاوتبوت بقى بعد الريكتيفيكيشن، مش طرحنا 0.7 بقت 24.3، عايز اجيب البيك انفرس فولتج 2 بي بيك اوتبوت زائد 0.7،
ده البيك انفرس فورس. يبقى ناخد بالنا من شكل البيك عشان دي حاجات كتير هتتسال فيها في الامتحانات. صعبه ده السنتر تاب. طيب البريدج بقى هو بقى يا حسين قال لي لازم اربعه عشان يبقى فول ويف، مش اهو اتنين ينفع فول ويف، ادي الاربعه ينفع فول ويف برضه. ليش يا حسين؟ انا لازم اخد فرصتي عشان اللي حصل من شويه. يبقى البريدج بتاعنا بيستخدم اربعه دايودز اللي هم دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4. قول لي بقى يا حسين ازاي بيعمل فول ويف ديورنج البوزيتيف هاف سايكل؟ ايه اللي بيحصل وديورنج النيجاتيف هاف سايكل ايه اللي بيحصل؟ انهي دايود اللي كوندكت الفورورد؟ دي 1 ودي 2 هيبقى فورورد، دي 3 4 هيبقى ريفرس، فبالتالي هيمر الموجه كامله. هي باينه جدا، ادي دول اللي متوصلين على البوست. خلي بالك البريدج ريكتفاير بيستخدم 4 دايود زي ما انتم شايفين كده. في حاله البوزيتيف هاف سايكل دايود 1 و 2 اون ودايود 3 و 4 مالهم؟ يعني دايود 1 و 2 فورورد بايس بيكوندكت الكرنت في دايركشن زي ما انت شايف كده، فبيمر التيار وصل للنيجاتيف يكمل من نيجاتيف معاه اهو. شوف كده كانه ماشي في لوب مطلع الفي اوتبوت بتاعتي اللي هي كانه ناقل البوزيتيف هاف سايكل دي كلها. ده في الفورورد ايه؟ او في جزء البوزيتيف هاف سايكل. طب في النيجاتيف انهي دايود اللي بيكوندكت؟ الدي 3 ودي 4، فهي ادي الدي 3 وادي الدي 4 بيكوندكت، فبيخلي لي الجزء بتاع النيجاتيف هاف سايكل ده كانه بوزيتيف هاف سايكل. يبقى في الحاله دي عمل فول ويف ريكتفاير. الاوتبوت فولتج عباره عن البي بي سكندري مطروح منه ليه 1.4؟ ليه 1.4؟ عشان عدى على تو دايل، كل دايل عامل 0.7 يبقى 0.7 و 0.7 يبقوا كام؟ 1.4. يبقى هو دوت، يبقى هنا بي بي سكندري ناقص ايه؟ 1.4. طيب الفي افريج بكام يا شباب؟ 2 بي بيك اوتبوت زي ما عملناها في التو دايت بالظبط على بعض، لانه عامل هاف ويف، عامل سوري فول ويف، عامل فول ويف ريكتفاير، فبالتالي ان الافرج اوتبوت فولتج هيبقى برضه 2 بي بيك على بعض. طب هنا البيك انفرس فولتج وفر لي بقى بي بي اوت زائد 0.7، التانيه كانت 2 بي 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 زائد 0.7 اللي هي الحاله اللي فاتت فاكرينها؟ اهي 2 في بي زائد 0.7، لكن ده كام في بي؟ في بي واحدة زائد 0.7. ايه الادفانتجز وايه الديس ادفانتجز بتاعت الفول ويف ريكتفاير؟ ما هي المزايا وما هي العيوب للفول ويف ريكتفاير؟ الادفانتجز قال لك النيد فور، طبعا انا دلوقتي مش عايز سنتر تابت، يبقى الظاهر ان الناس اللي قعدت تعترض ان التو دايت بيعملوا فول ويف ريكتفاير ما خدوهاش اصلا، هم عدوا عليها عشان دي فيها ديس ادفانتجز كتيره، فقال لك ان الايه السنتر تاب اصلا مزعجه في التصنيع بتاعها. الاوتبوت از توايس وين كومبيرد تو سنتر تاب فولتج فور ذا سيم سكندري فولت، ده الاوتبوت. طبعا البيك انفرس فولتج النص، لان كان ده في بي اوت زائد 1.8 زائد 0.7، الثاني 2 في بي زائد 0.7 يبقى كده ده نص. طبعا هنا بيستخدم وين لارج امونت اوف باور از ريكوايرد. طب الديس ادفانتجز محتاج اربعه دايود، كتير ولا قليل؟ كتير، مور كومبلكس. طبعا اليوز اوف تو اكسترا دايود بيتسبب في اديشنال فولتج دروب باي ريديوسنج الاوتبوت فولتج. اكزامبل بيقول لك حدد البيك اوتبوت فولتج.
فور ذا بريدج ريكتيفاير في الفيجر بلو. بنفترض البراكتيكال موديل قال لك ايه هو البيك انفرس فولتج وبرده ريتنج ريكوايرد فور ذا دايود. الترانسفورمر از سبيسيفايد تو هاف 12 فولت روت مين سكوير. كلمه روت مين سكوير قلنا يعني ايه؟ البي بيك على جذر 2. الفعل اللي انت بتستفيده، وانت بتستفيد بال 220 فولت كلهم ولا بواحد على جذر 2 منهم؟ انا اول مره يعني ادي ناس يقولوا ما خدناش روت مين سكوير. معقول؟ افتكروا كده، فكروا شوية، خدتوها؟ طيب البيك اوتبوت فولتج لو احنا خدنا في الاعتبار 2 دايود اللي هو هيبقى ايه؟ انا ضربت روت مين سكوير ايه ده؟ ايه 1.414 دي؟ جذر 2. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. كويس قوي، عاجبني قوي، بيدي في الجون على طول، بيجيب جون في الاجابات. اتصالات؟ لا عايزك. عايزك تتصرف، انا عايزك تتصرف. خلاص كده؟ الراجل بيجيب اجوان كتير قوي من الصبح. ضرب في جذر 2، خد باله. لان ده البي بي نسبه للروت مين سكوير ان انا اضرب في جذر، لكن لو بيجيب الروت مين سكوير يقسم البيك على جذر 2. هو خد باله من الحته دي. فانا ضربت طلع ب 17 فولت تقريبا. طب الفي بي اوت بوت سكندري ناقص 1.4 يبقى 17 ناقص 1.4 تطلع 15.6. البيك انفرس فولتج ريتنج في بي اوت بوت زائد 0.7 تطلع ب 16.3 فولت. صعبه؟ ابلكيشن تاني اللي هو الليميتر والكليبرز، ممكن الابلكيشن ده نديه في المحاضره القادمه باذن الله. طب اي اسئله يا شباب؟ طب دي واحده بس.